كينا لونسون بلادة 3600 درهم 72 ألف ريال فقط 72 ألف ريال طلع طلع 72 ألف ريال لونسون 72 ألف ريال أخوات هادو 3600 درهم فقط شي حاجه اللي غزاله المهم بالنسبه للاخات ملي تسول الخاتم تاع لويزا كاين هذا غنقول لكم الثمن ديالو حتى هو اخوات هذا استفدوا من هذا العرض هذا حصري عند رياض دي بيجو يعني خاتم وسلسله وعلقه وحلقه ديالو ب 72 الف ريال 3600 درهم فقط شي حاجه اللي غزاله وكاين هذا الخاتم تاع لويزا انا نقول لكم الثمن دابا حالي الثمن ديالو هذا اخوات 4100 درهم 4100 درهم ها بالجليبرا الاخوات الله يعطيكم صحيحتكم شكرا لكم شكرا لكم الاخوات على هذا الجليبرا الله يعطيكم الصحه الجليبرا الاخوات شكرا لكم بالنسبه للثمن ديال هذا 3600 درهم 72 الف ريال الجليبرا يعني مشات ليا ولكن ذكرتوني 72 الف ريال هذا الاخوات الجليبرا غزال ورائع 72 الف ريال المهم اللي بغى اي حاجه سكرين هاو تواصل معنا في الواتساب هذا ب 4100 درهم الاخوات تبارك الله ماوي هذا كان شي تبارك الله عامره وشي يعني غزاله غادي يجي رائع الثمن ديالو 82 الف ريال 4100 درهم الاخوات 4100 درهم 4100 درهم وكاين موديلات اخرين يعني هذا حتى هو البراسي ديالو كاين الاخوات هذا هذا اللي قلت لكم تاع الكليبر البراسي ديالو يعني كاين ثلاثه فيهم وكاين واحد المهم الا بغيتي اللي بغيتي كاين بالنسبه للبراسي ديالهم حتى هما الكليبر ها هما نخليهم هنا باش تشوفوهم يعني باش نعرفوا علاش نهضروا يعني داك الكليبر هذا البراسلي كاين الخاتم ديال البراسلي ديالو حتى هو هذا الاخوات 4500 درهم هذا البراسلي هذا ديالو 4500 المهم غزال هذا رائع وزويون ودوق 4700 درهم ولونسومبل داير 3600 درهم 72 الف ريال وهذا 4000 نعم خويا خاتم شانيل شحال الثمن ديالو خاتم شانيل خاتم شانيل شو الاخوات الكورميطا غزاله شانيل ما عرفتش شنو هذاك المهم كاين هذا الاخوات شوف الكورميطا تبارك الله كيفاش دايره يعني ماويه ودوقيه ورائعه المهم بالنسبه لهذه موديل زويون هذا الاخوات موديل باين وعاطل يعني شي حاجه اللي باينه وكختي فيه ثلاث الوان فيه الاحمر والصفر والبيض يعني بثمن مناسب حتى هو موديل جديد المهم انا نحاول نقول لكم الثمن هاد الاخوات اللي راه 10800 درهم هاد الكورميطاج شوف تبارك الله كيفاش دايره يعني شي حاجه باينه يعني شي حاجه اللي ماويه وعاطيه العين يعني الثمن ديالها 10800 درهم شي حاجه اللي غزاله وبالنسبه للقياس راه ممكن تزاد وتنقص فيها الزياده وفيها النقصان كاين عزيز زين قصه تحيه لعزيز يعني عزيز جارنا يعني تبارك الله راه تدير ريباراسيون يعني حتى هو تدير جميع اي حاجه بغيتيها تنقص وتزاد تجيبها عند عزيز رقم 9 مرحبا يعني الاخوات بالنسبه اللي بغى اي حاجه يقدر عزيز تبارك الله عنده يعني الاتقان في الخدمه بالنسبه للاخوات كاين الثمن ديال هذه يعني 10800 درهم مليون و16 الف ريال مليون و16 الف ريال غزاله ورائعه بالنسبه لهاد الكورميطا هادي فيها الاحمر والصفر والابيض ها دبليج هنا بالنسبه للاخوات المهم شحال دبل غرام برون دباج برومي الاخوات تيتقمو دابا ب 400 و 515 درهم دابا تقريبا تبارك الله راه تزاد هاد الايام هادي راه نتوما في علمكم كلشي يعني تبارك الله كاين واحد الحلقات الاخوات شفت تبارك الله الحلقات اخت الاخوات اللي سولوك بلا الحلقات هما راه كاينين الثمن ديالو حتى هما هادو 1550 درهم الاخوات شوف كي دايرين غزالين 1550 درهم المهم 32 الف ريال 32 الف ريال رائعين وزوينين 32 الف ريال شوف 32 الف ريال الاخوات 1600 درهم 32 الف ريال غزالين هذو الاخوات اللي بغاو برومين وصحيحين وزوينين هذو بالنسبه للاخوات تيلاقوا في النعاس كلشي لان الدايرين هذو يعني شي حاجه اللي صحيحه ولكن الناس اللي تيتشكوا من الحلقات ما تيوفقوناش في النعاس وهذا هذو راه زوينين راه فيهم تقريبا عندي فيهم اربعة الموديلات بالنسبة للحلقات راه عندي اربعة الموديلات عندي السامبل ديالهم عندي من الصغير كاين هادو صغار ب 800 درهم ها هما 800 درهم فقط اخواتي سول حلقات خفاف ها هما هادو ب 800 درهم غزالين ورائعين شي حاجة اللي زوينة وصحيحة يعني راه باينين هادو ب 800 درهم الاخوات شوف تبارك الله قداش قد الصبع يعني باش تعرفوا القياس ديالهم غنحاول نقول لكم حتى القياس ديالهم بلا مسطرة
باش نبغي تشوف تقريبا فيهم سنتيم في الدورة، يعني من لهنا حتى لهنا من الراس حتى الراس يعني فيهم سنتيم فاصله جوج، يعني زوينين ورائعين الاخوات هادو. هادو 800 درهم فقط، يعني فيهم تقريبا راجي سته الموديلات ولا خمسه في هاد الدايرين هادو، يعني تقريبا راه فيهم موديلات كثار كثار، يعني ماشي كاين موديلين سيك في موديل. المهم بالنسبه لهاد الحلقات هادو كاين هادو كاين موديلات اخرين. المهم حاولت نوريكم غير شي حوايج اللي متوفرين دابا قراب ليا. المهم كاين هادو سامبل تا هما، كاين هادو تا هما هادو ب 1600 درهم تذكره الاخوات. وكاينين هادو شنو هو هذا؟ بصوا الاخوات هادي نباله، هادي نباله وكاين هادي. المهم كاين هادي وكاين هادي. المهم غنحاول نقول لكم الثمن ديالهم، غير خلونا الاخوات نكمل الحلقات وندوزو للدبايش. بالنسبه لهادو الاخوات دايرين هادو الثمن ديالهم حصري عند رياض دي بيجو، ندير فيهم واحد العرض يعني محدود، يعني الثمن ديالهم 1000 درهم. شو تبارك الله قداش باينين وكبار. المهم انا نحاول نقول لكم القياس ديالهم، يعني فيهم سنتيم فاصله 90 في الدوره ديالهم، سنتيم فاصله 9، يعني الثمن ديالهم 1000 درهم فقط. 1000 درهم الاخوات هادو دايرين غزالين ورائعين ب 1000 درهم فقط، هادو ب 1000 درهم. تنحاول نجيب لكم ديما الجديد بثمن مناسب الاخوات، يعني كاين حتى الصغار ديالهم. المهم هما الصغار ديالهم كاينين صغار منهم، يعني في انستغرام قلت لك شحال هادو ب 950 درهم. هما الفرق ديالهم واحد شويه الفرق، يعني كاين واحد لا ديفيرون قريب، يعني هادو ب 950 درهم وهادو ب 1000 درهم، يعني تقريبا ما كاينش شي فرق كبير. المهم كاين فيهم جوج موديلات، هادو زوينين ورائعين الاخوات. المهم كاين اخوات يعني هاد الحلقه تحاول دوز لكم شي حاجه يعني من داكشي اللي عندنا. يعني وبالنسبه للمارياج، الناس اللي تسول على المارياج كاين هذا الموديل رائع وغزال ودوقي والثمن ديالو مناسب، وكاين هذا حتى هو، يعني كاين جوج موديلات، كاين هذا وكاين هذا. بالنسبه للناس اللي تيبغوا شي حاجه باينه، وبالنسبه للناس اللي تيبغوا شي حاجه غير يعني خفيفه شويه، هذا باين. المهم اخوات شوف شي واضح لكم، يعني كاين هذا، كاين هذا باين وكاين هذا. المهم هذا ب 2200 درهم، 2200 درهم هذا ب 2200 درهم، وكاين هذا، كاين هذا ب 2700 درهم. شوفوا الاخوات يعني كاين الفرق ما بين هذا وما بين هذا. المهم حاولوا 460 درهم للدبل خام الاخوات، 460 درهم. المهم كاين هذا ب 2700 وكاين هذا ب 1600 درهم، 2200 هذا 2200 2700 52000 ريال 44000 ريال. المهم 52000 ريال هذا اللي هي 2700 درهم، وهذا 44000 ريال اللي هي 2200 درهم. المهم هادو كاع زوينين ورائعين الاخوات. تنوريكم الجديد عند رياض دي بيجو ثمن مناسب. ها موديلات اخرين يعني كاين تقريبا، كاين هذا غزال غزال هذا المارياج هذا بالنسبه للاخوات الناس اللي مقبلين على الزواج، يعني راه يعني كاين موديلات يعني غزالين ورائعين. هادو داير بحال الديامون بحال شكل الديامون، يعني شي حاجه اللي زوينه. المهم بالنسبه للدولار ممكن يتزاد ويتنقص على حسب اليد، يعني غزال ورائع هذا الاخوات. هذا يعني شي حاجه يعني اونيك تلبسيها بوحدك، يعني ماشي شي حاجه من ملبوسه، يعني موديل بحال تقريبا الديامون، يعني ماشي شي حاجه اللي الثمن ديالو 4300 درهم. ها فين هو الخاتم؟ الخاتم بوحدو شنو سميتها؟ ها كاين شانيل وكاين كاين الاكس. المهم الاخوات كاين شانيل وكاين الاكس اللي بغات الخاتم. المهم الاخت الاسم سميتها بالنسبه للثمن ديال هذا الاخوات 4300 درهم. شوف تبارك الله خاتم عماوي وغزال ورائع وفي هاد الحجيرات هادو 4300 درهم، 86000 ريال، 86000 ريال تيبقى بحال شكل تاع الديامون، شي حاجه اللي غزاله ورائعه. خويت مات الحضور الاخوات كاين، يعني تبارك الله هانتوما الاخوات هادو سولتني عليهم، يعني شو تبارك الله خويت مات الحضور كيفاش دايرين، يعني غزالين ورائعين الاخوات هانتوما، يعني حاجه تنسيك في حاجه، يعني لا تبارك الله راه بقينا هكا راه الله لايف غادي يبقى فيه، يعني نقدر نقعدو حتى 6 سوايع ما نكملوش، لان تبارك الله السلعه متنوعه والجديد عند رياض دي بيجو بثمن مناسب. المهم بالنسبه للاخوات كاينين هاد خويت مات هادو رائعين وزوينين تاع الحضور. المهم اللي بغى اي حاجه يسكرينيها ويتواصل معايا في الواتساب الاخوات، اللي رقم ديالنا اللي هو 0666259591. المهم بقاو في لي مارياج دابا ب 4300 درهم، 64000 ريال، 64000 ريال. وكاين الموديل اللي تبارك الله هذا يعني راه كي قلتوا لي تضبطوني عليه شحال من مره، حاولت نجيبو لكم اللي تيبغي سامبل في المارياج، يعني كاين هذا الموديل سامبل ورائع وغزال
يعني ما فيها لا حجر لا والو بالنسبه للناس اللي كيبغوا شحال سامبل. كاين هذا خويا عافاك ورينا خواتم فاف ديال 700 و800. اختي نوريهم لك دابا 700 و800. ها انت اختي كاين هذا تاع خواتي. المهم عندنا حاولت نجيب لك يعني خواتمات اللي سامبل ما فيهم لا حجر لا والو وتستافدي من العرض اللي فيهم. المهم كاين هذا 900 درهم، هذا ب 900 وكاين هذا ب 700. المهم جوج خواتمات هذو. المهم هذا 700 وهذا 900 درهم، هذا ب 700 وهذا ب 900 اخوات. عافاك شي سلسله رقيقه بلا علاقه ب 1700 درهم. المهم ما كاينش رقيقه وحده غليظه عندي وثمن ديالها مناسب. الشوبر اللي دوزت قبيله في لونسومبل انا حوريها لك دابا غنشوف فين كاينه ونجبدها لختي. يعني سلسله الشوبر يعني كاينه هادي شوبر غليظه وزوينه ب 1700 درهم بلا علاقه بلا والو نحوريها لك. المهم نشوف فين حطيتها وانا معاك. بالنسبه للسلسله الاخوات يعني على حسب الثقل يعني كاينه تقريبا 66 غرام يعني تقريبا 66 غرام غطلع لك 500 حسبوا عليها 510 درهم. المهم ارقام لك 33700 درهم. سلسله تاع السبعه يعني سلسله السبعه يعني تقريبا فيها 66 غرام يعني ارقام لك 33600 درهم. المهم بالنسبه للاخوات كاين هذا ب 700 900 درهم وكاين هذا ب 700. هذا 14000 ريال وهذا 18000 ريال فقط. علاقه لويزا هذه الاخوات انا ندوز لهم دابا الاخوات. المهم سلسله الشوبر اللي سولتيني عليها اختي هي ب 1700. كاين هادي نحاول نقول الثمن ديالها. الشوبر غليظه وفيها 59 سنتيم وصحيحه الشوبر تبارك الله راه معروفه يعني الصح والعمل. يعني الثمن ديالها هادي ب 1800 درهم اختي. ها هي غزاله هادي تستاهل صراحه يعني شي حاجه اللي غزاله ب 1800 درهم اخوات. هادي ب 1800 درهم وفيها 59 سنتيم ب 1800 غزاله وصحيحه ماشي شي حاجه اللي خفيفه. المهم هادي راه زوينه الاخوات الا بغات سلسله بوحدها راه كاينه. المهم كاين هذا الموديل تاع الخاتم بقاو في هذا المارياج هذا لانه غزال وزوين. الا بغيت تستافدوا الناس اللي مقبلين عجوان الله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله. يعني راه اي موديل خديتيه بعدنا الصح والعمل يعني المارياج الاول ما تيتبدلش يعني تبقاي لابساه ديما تبقاي تفكري به يعني الذكرى تاع الزواج ديالك. يعني حاولي ما امكن تاخذي حاجه زوينه وصحيحه. يعني الخاتم اللي ما فاتش 2000 درهم خاتم صحيح 2000 درهم يعني راه ما تاخذش يعني حاجه 2000 درهم تاخذي الصح والعمل 2200 2400 شي حاجه اللي صحيحه. المهم بالنسبه للاخوات كاين هذا الخاتم هذا ب 3700 درهم. هذا 3700 درهم. شوف كيداير غزال ورائع الاخوات وسامبل وصحيح ماشي حاجه خفيفه. 3700 درهم 74000 ريال 74000 ريال وغزال ورائع سنسل خفيف. قرا محمد الكومونتير قرا لنا هذا الاخوات. بقى لنا هذا المارياج هذا هو تاع الكلو اللي غزال ورائع الثمن ديالو حتى هو 2400 درهم 2400 درهم هذا غزال. خاتم ديال شانيل قياس صغير. خاتم تاع شانيل قياس صغير اخوات. خاتم تاع شانيل ما كاينش دابا حاليا ما توفرش حدايا. المهم حاول يصيفط لي ميساج في واتساب اختي سهام ونقول لك الثمن ديالو. بالنسبه للثمن ديال هذا 2400 درهم الاخوات غزال ورائع ب 2400 درهم فقط يعني فيه الكلو وفيه الكاختي. المهم هذا راه زوين حتى هو الثمن ديالو مناسب. المهم بالنسبه للاخوات باقي عندنا كورميطات اللي زوينين. كاين هاد الكورميطه هادي اللي غزاله ورائعه